اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا في الانترو في بدايه الحلقه ان منتخب تنس الطاوله المصري استطاع في انجاز تاريخي لاول مره يحدث يعني في تاريخ التنس الطاوله المصريه انه يتاهل لدور ال 16 في بطوله العالم اللي فاتت اللي اتلعبت في الصين. احد هؤلاء الابطال اللي تحقق على ايديهم هذا الانجاز هو شادي مجدي او كابتن شادي مجدي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي بيرحب بيه في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن شادي. اهلا وسهلا كابتن عايز. انا والله مبسوط دايما اني العب معاك على التنين في البرنامج. انجاز يعني تاريخي وده طبعا لازم يديك حقك وندي حقك وندي زمايلك كمان حقهم لانه الحقيقه دي حاجه كانت غير متوقعه. انا نفسي ما كنتش متوقع. ولا احنا كنا متوقعينها بصراحه. ده حقيقي انتوا نفسكم ما كنتوش متوقعين بصراحه. لا بس انتوا كنتوا بمجموعه صعبه. المجموعه كانت صعبه وهو اصلا البطوله عموما دي بتبقى صعبه جدا. هي كانت في العادي البطوله دي بتتلعب بشكل ديفيجنز على حسب التصنيف، يعني كل الديفيجن 1 مثلا من اول تقريبا كان اول 32 فريق وديفيجن 2 بعد كده اللي هو كل 32 فريق. فدي اول بطوله تتعمل بشكل زي كاس العالم بتاع الكوره اللي هو كل الفرق هتلعب اللي اتاهلت لكذا بطوله العالم وبتتقسم المجاميع بقى ضم كله مع بعض بالظبط كده. فكان المجموعه بيبقى فيها خمس او كمان يعني خمس او ست فرق، فطبعا بيبقى مجموعه كبيره. مجموعتنا كان طبعا كان احنا كنا المجموعه الرابعه، كان معانا رابع العالم كوريا اول المجموعه بتاعتنا، واحنا كان تصنيفنا ثاني المجموعه بتاعتنا. كان ثالث المجموعه تشيك، الرابع كان كندا، الخامس السعوديه. بس كندا برضه مش فريق قليل يعني اللي اعرفه انه برضه بالظبط هو كلهم صينيين اصلا مجنسين. اي بس لسه الثلاثة صينيين بالظبط كلهم صينيين. فاحنا المشكله بس احنا ما كناش عارفين المنتخب الكندي ده ايه نظامه. يعني احنا الثلاثه اللي كانوا موجودين كنا اول مره نشوفهم، بس هم شكلهم كلهم صينيين فاحنا مش عارفين ايه الوضع. استنينا نشوفهم في ماتش كانوا هم بيلعبوا كوريا واحنا كنا بنلعب اول ماتش مع السعوديه. الحمد لله هو برضه كان ترتيب الماتشات نفعنا بصراحه. شفتوا الفرقه الثانيه؟ لا وابتدينا كمان من ناحيه تدريج القوه بتاعت الماتشات. بدات السعوديه نفعتنا بالظبط، نفعتنا ان احنا ابتدينا بالسعوديه الاول الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب 3-0، وتاني ماتش كان كندا الحمد لله برضه ربنا قدرنا وكسبنا 3-0. كان ثالث ماتش كان مع كوريا الاول المجموعه بتاعتنا. ده كان اول ماتش انا اشارك فيه. الحمد لله احنا يعني ادينا اداء مشرف بصراحه مع رابع العالم يعني كوريا. وكوريا دخلت الاربعه على فكره يعني. خسروا سيمي فاينل رابع عالم. بالظبط. احنا خسرنا 3-1. الحمد لله انا قدرت في الماتش ده ان انا اكسب الثالث. ده تصنيفه 47 على العالم. بس اللي كان نفسي ان احنا نقدر نكسب الماتش كان يعني هيفرق كان معنا جدا. ايه هيفرق معانا جدا بالظبط يعني. بس خلي بالك انتوا عشان كنت التصنيف الثاني فجاء جدولكم حلو، دايما احسن جدول بيبقى جدول الثاني. ده حقيقي. الاول بيبتدي دايما هتلاقيه مثلا ممكن مع الخامس بس ممكن مع تاني ماتش. ده اللي حصل فعلا. احنا لعبنا تاني او تالت ماتش مع اللي هو مع كوريا. دايما احسن جدول في كل البطولات بيبقى جدول التاني. ده حقيقي فعلا. بس طبعا في الاول والاخر ده لا يقل ابدا ان احنا تاهلنا مجموعتنا تاني مفيش مشكله خالص. اصطدمنا بهونج كونج يعني فرقه جامده جدا برضه صينيين. انتوا كنتوا الملعب كله صينيين صح؟ ده حقيقي. كله يعني كل الفرق كلها مجنسه. ده حقيقي. فقابلنا هونج كونج وهونج كونج مصنف بالزبط. يعني مصنف. عملنا ايه في المباراه دي ويعني وهي كانت ماشيه ازاي؟ طبعا احنا اول ما عرفنا احنا كان القرعه اول لما عرفنا يعني تاهلنا تاني مجموعه احنا عرفنا ان احنا هنقابل مفروض يعني كان يا يابان يا برتغال يا اما رومانيا يا اما هونج كونج. تمام. فاحنا كنا بنتمنى لان كان اولا المنتخبات الاوروبيه اقل اكيد ان احنا كنا ممكن يعني يبقى في فرصه اقوى من كده. خساره. طبعا كنا بنحاول ان احنا نبعد عن ايه يعني اي حاجه اسيويه. هي دي فئتكم دي قرعه ولا لا؟ مش فئتنا طبعا هي قرعه بالظبط. فاول لما جالنا بصراحه هونج كونج يعني قلنا خلاص يعني نحاول نعمل اقصى حاجه عندنا خصوصا دي جزء من الصين يعني. ف يعني قلنا صدمتوا بالصين بطل العالم بالظبط. ما بالظبط. وهم اصلا يعني تقريبا هم خسروا على الاربعه على دخول الاربعه. خسروا على دخول الاربعه من اليابان تقريبا. لا من كوريا. احنا كنا هنلعب كوريا على الاربعه لان هي بتبقى قرعه. فحتى اتحط معانا كوريا لو كنا كسبنا كنا هنلعب كوريا تاني بس على دخول الاربعه بالظبط. مع انها كانت في مجموعتنا عشان بتتعمل بس خلي يعني. بالك انتوا القرعه ما خدمتكوش يعني. انتوا لو كنتوا لعبتوا لو كنتوا بعدتوا عن اليابان وهونج كونج بالظبط وكنت لعبتوا البرتغال مثلا بالظبط كنا هنطلع دور الثمانيه. كان ممكن. كان يعني طبعا النسبه برضو خد بالك ان الثلاث لعيبه اللي هناك كانوا لعيبه برضو في البرتغال مش قليلين يعني. صينيين برضو. لا مش صينيين مش صينيين بس لعيبه طبعا ليها تاريخ وليها يعني لعيبه جامده جدا في اوروبا.
بس يعني كنا نتمنى عموما كان المنافسه تبقى بعيده عن اسيا شويه عموما بالظبط يعني، بالظبط. لان وخلي برضو بالك انت هونج كونج خسران 3-1، انت في البرتغال كنت ممكن تكسب انت 3-1 بالظبط يعني فاهم، بالظبط او ممكن تكسب ما اعرفش 3-2 يعني، كنت ممكن تكسب يعني، بنتيجه يعني تخليك تقرب، انما هونج كونج كان الموضوع صعب. رابع بالظبط هو عالم الموضوع بيبقى اقرب اكيد مع اوروبا يعني، خصوصا لعبهم شبهنا وطريقه لعبنا شبههم. وعندنا محترفين هناك بالظبط بالظبط يعني فطبعا احنا كل اللعيبه تبين اكتريتها المصريين دلوقتي بقى محترفين في اوروبا يعني. وعارفين المدرسه الاوروبيه وكانت تبقى دول. بس ايا كان هو انجاز تاريخي نوصل دور ال 16 دول بالظبط العالم بشكلها الجديد بالظبط بعد ما ضموا كل الديفيجنات او كل الليفلات على بعض، بالظبط فطبعا بقت المنافسه اقوى كتير جدا جدا. بس دي خليني حقيقة. ارجع بقى ليك على المستوى الشخصي طبعا، اتفضل. انت عشان تروح مع منتخب مصر بطوله العالم الموضوع ده ما بيبقاش سهل، هو بيبقى فيه أكيد رانك وفيه منافسات وترتيب وماتشات. خلينا نرجع، انت يعني استعدت للحلم ده من امتى؟ من في وقت فات قد ايه؟ والله، هو قبل بطولة الجمهورية اللي فاتت دي كان أنا بقالي سنتين أو سنتين وشوية كمان كان تصنيفي رقم واحد على مصر. فكان قبل البطولة دي أنا ما اتوافقتش في بطولة الجمهورية الأخيرة تمام، بس كان قبليها كان كان في شهر المفروض كام بطولة الجمهورية يا باشا؟ كانت في نص تمانية نص تقريبا أو تمانية. أول تمانية. بس كان قبليها كان محطوط الناس اللي مختارين اللي مختارينهم لبطولة العالم يعني اللي الاختيار كانوا كان أوروبا قبل الجمهورية. بالظبط. بس ده فير انف بيتهيألي، يعني مش بطولة تفرق معاك. بالظبط. ما بقالك هو انا سنتين هقول لك ونص. اللي حصل يعني، هو بعد البطوله كان حصل تغيير كمان في الناس اللي كانت هتسافر، اتغيرت فعلا الاسامي اللي كانت هتروح، انا ليه؟ كنتش منهم ليه؟ تمام. اختيارات الاتحاد يعني، يعني رؤية فنية. الرؤيه الفنيه بالظبط تمام. تمام. وبعد ما اتغير الكلام ده الناس حصل لها ظروف، كان عمر عصر واحمد صالح كان عندهم حاجات عندهم في الدوريات بتاعتهم فاعتذروا، فرجعت انا تاني بالرغم ان انت قعدت سنتين ونص الرانك رقم واحد على مصر، بالظبط بس بالظبط بطوله خدعتك او بطوله يعني خانتك فيها للسوبر. بالظبط. دي كانت اول بطوله من 4 سنين بس لا يعني، يضيع، يعني لا يضيع يعني، يقول تعب تعب يعني، ما فيش حد تعبه بيضيع، والله الحمد لله سبحان الله يعني. ربنا اداها لك. بالظبط انت بقالك سنتين ونص بتتعب عشان حاجه زي كده، الحمد لله فعلا. وسبحان الله انت بتحكي لي يعني، يعني معجزه بنشوفها في كل الاوقات. وخلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، الناس اللي بتقول ان المعجزات انتهت او ما فيش معجزه، لا بيحصل معجزات، كل واحد فينا بيحصل معاه معجزه. ده حقيقي انت اللي حصل معاك ده معجزه. بصراحة. أنا يعني من قبل طول أنا كنتش عامل حسابي إن أنا رايح أصلا، وكنت محطوط احتياطي من إن أنا أروح، ولما رحت أنا كنت رايح أول ماتشين ما بلعبش، ما لعبتش، كان وتكسب مباراة في هونج كونج، تكسب بالظبط في كوريا دولة. الأول في كوريا، وكان ماتش كوريا كان محدش كان حاط في الحسبان إن واحد حد ممكن مننا يكسب في ماتش كوريا، الموضوع صعب كوريا 3-1 صح، وإنما بالظبط. هونج كونج اللي كان 3-0. بالظبط. فالحمد لله كانت بدايتها في كوريا، وبعد كده ربنا كرمني في ماتش التشيك، كان ماتش برضو يحدد اللي انا كنت نازل الماتش 1-1، فكان مكسبي فرق في الكفه بتاعتنا بقت 2-1، والحمد لله بيلي قدر ان هو يحسم الماتش لينا. فكان الحمد لله ماتش يعني، من ان انا مش رايح خالص لان انا رحت والحمد لله ربنا كرمني وأثرت. جدا بالظبط، وكنت سبب من ضمن الاسباب يعني مع فريقي طبعا ان احنا الحمد لله نتاهل ال16، وكنت بأول مره عربيا وافريقيا ان احنا نعمل الانجاز ده. صحيح افريقيا. انت بس انت ما كنتش في افريقيا، لا ما كنتش في افريقيا، بس المنتخب حقق بطولة افريقيا ورجع بالظبط شوية وراح طالع، فدي بالظبط صحوة يعني، حلوة في تنس الطاولة. ست ميداليات ذهب من اصل 7 في افريقيا الاخيره، حاجة فالحمد لله منتظرة. يعني احنا مسيطرين عربيا وافريقيا عموما على اللعبه بنسبه كبيره يعني. طب ترجع ده لإيه؟ ليه احنا مسيطرين وليه الجيل ده بالذات عمل اللي ما عملوش الأجيال اللي قبل كده؟ ليه؟ تفتكر من وجهة هقول نظرك؟ لحضرتك لكذا سبب. اولا كميه اللعيبه اللي عندنا دلوقتي بقت محترفه في اوروبا، وكميه اللعيبه بقت واخده اللعبه بروفيشنال 100% يعني احتراف. احتراف بالظبط يعني، مديه وقتها الكامل للعبه بعيدا بقى عن كل حاجه يعني. انت كده شادي؟ لا انا حاليا انا شغال مهندس عادي الصبح، وبخلص بطلع تمريني بعد الشغل يعني. بس برضو يعني فكرة احتراف يعني. بالظبط انا كده كده من قبل ما اشتغل اصلا يعني، لسه بادئ شغل من بقالي 4 أو 5 شهور تقريبا. بس بعيدا عن الشغل كان حياتي كلها كانت الرياضه بس، الرياضه بس انت مهندس ايه يا باشمهندس؟ مدني. مدني. ما شاء الله. بس هو يعني دراسته صعبه بدني شويه وشغله شغله هو كمان صعب، اللي متعب شويه. الاثنين. بس طبعا الفكره اللي بقول لك عليها انه يعني لكل مجتهد نصيب. اكيد انت تعبت واجتهدت واشتغلت بشكل كويس، ويعني زي ما بيقولوا ضحيت بحاجات كتيره السنتين اللي فاتوا، ده فكان لازم يجي المكافاه من عند ربنا. النهارده محمد صلاح الراجل يعني بيتعرض لانتقادات كبيره جدا ما شاء الله جدا، جاب جون اهو في ماتش لا والماتش السيتي. اللي فات هاتريك، فالنهارده بيكسب يعني مان سيتي. ربنا اللي بيتعب وبيتشبث بحلمه وبيجتهد ربنا بيديه، والله ده فعلا ده كابتن حقيقه. حسن يعني، طيب خلينا نتكلم عن اللي جاي يعني، وضع طبيعي الحمد لله انجاز كبير وتاريخي الحمد لله يعني، وان انت موجود فيه وهيتكتب باسمك ان هذا بالظبط المنتخب وصل بالظبط. دور ال 16 ان شاء الله احنا لو 100 سنه الاربعه قدام. بصراحه. اللي جاي وبتخطط له ازاي على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب؟
طيب احنا لسه بادئين الدوري، حضرتك كنت لسه قايل في الاخبار ان احنا كنا لسه بادئين الدوري، دي كانت تاني جوله لينا، كسبنا اول ماتش اهلي فقوس، وتاني ماتش كان اصحاب الجياد. بنمشي نفضل ماشيين بقى رايح جاي، اللي هي الماتشات الرايح جاي الاول، وبعد ما نخلص الدور الاول والتاني بنلعب دورات المجمعه ان شاء الله. فممكن هو الفتره اللي جايه دي اكتريتها ماتشات الدوري، كل الاسبوع، كل اسبوع يبقى عندنا ماتش، وبعد ما نخلص ان شاء الله الدوري اللي هو الفترات الرايح جاي عندنا بقى ان شاء الله في شهر 12، في نص 12 او اخر 12 الانديه العربيه. الأندية العربية. دي اعتقد اكبر بطوله جايه يعني الفتره الأندية العربية الجايه. دي اتلعبت السنة اللي فاتت في عمان. بالظبط بس اتلعبت في وقت مش ده. كانت في اتلعبت شهر في بداية 8. الموسم. أيوه. في شهر 8 او في اول 9 تقريبا. اتلعبت صح. هي اتأجلت، هي كانت المفروض في شهر تتلعب في اخر طب ليه 9. اتأجلت؟ كورونا ولا إيه؟ لا تقريبا تغيير البلد. يعني هي كانت فين وبقت فين؟ كانت هتتلعب تقريبا في المغرب تقريبا، واتغيرت دلوقتي المغرب اعتزلت، هتبقى عندنا في مصر يعني. البطولة العربية هتكون في مصر في شهر 12. بالظبط هو هنشارك تقريبا 3 أندية. لأن هو في العادي بيبقى 2 بس عشان البلد المستضيفة بيبقى 3 أندية، ثلاثة طبعا. هيبقى الاهلي الأهلي والزمالك وإنبي. وانبي. انبي بالظبط هم اقوى ثلاثة، اقوى ثلاثة فرق في أقوى الدوري. 3 بالظبط. ده طبيعي ما جدا. هو أول 3 أندية يعني. طيب بعد البطولة العربية أعتقد ممكن يبقى نكمل الدوري بقى ولا كده كده الدوري هيبقى مستمر، الدوري كده كده ما ما بيقفش، بيقفش؟ احنا بنخلصه تقريبا على 4 أو 5 على حسب بقى المواعيد يعني، على حسب الاتحاد هيخلص الدوري على شهر كام. السنة اللي فاتت خلصناه في 6، في أول 6 صح انا فاكر. يعني، حتى احنا جينا مع حضرتك تقريبا بعديها على طول. بعد الفوز او فوز بالدوري بس السنة دي بقى بتبقى طبعا بتختلف على حسب البطولات اللي هي الكالندر الدولية بتاعتنا عندنا فيها ايه. ومفروض ان في بطولة الألعاب الأفريقية، أو بطولة الألعاب الأفريقية بالظبط، دي في شهر 5 2023. دي هتبقى السنة الجاية. بالظبط هتبقى في غانا. بالظبط دي بس التنس المفروض الطاولة دي هيشارك اللي ان شاء الله. هتأهل لباريس ان شاء الله. ايه ده، بطولة العاب افريقيه؟ هو على حسب الاتحاد الدولي بيحدد. انا في عادي الالعاب افريقيا، الالعاب الافريقيه ما بتأهلش لحاجه. لا احنا عندنا البطوله دي هي اللي هتأهل يعني ان شاء الله، لو والسنه من والدوره الفرق الثانيه كمان كده. من الفرق يعني. الدوره اللي فاتت برضو، لان احنا لما بنلعب اكتريت الاوقات احنا بنسبه كبيره يعني بنسبه 90% لعب نيجيريا في الفاينل، والماتش ده هو اللي بيحدد انت بتتأهل كفرقه، وبعد كده من لو انت ان شاء الله كسبنا يعني ربنا كرمنا وكسبنا. نيجيريا. بالظبط بيبقى ليك بقى 2 لعيبه تلعب بيهم فردي، و3 لعيبه توديهم يلعبوا فرق، فانت بيبقى ليك الاختيار في ده. ليك الاختيار، يعني انت بتختار 5. بالظبط يعني ممكن يبقوا 5، ممكن يبقوا هم نفس الثلاثه، 3 2 منهم يلعبوا فردي يعني انت نعم على. بس ماكسيمم 5، مينيمم 3. بالظبط دول اللي ممكن تروح بيهم بقى. بس بالظبط طبعا الالعاب افريقيه ان شاء الله، احنا نيجيريا اذا كنا احنا كسبنا بطوله افريقيا اللي فاتت. هي هو ارونا بس اللي بيبقى بالظبط، ما هو ارونا ارونا يعني، ارونا بس هو بس ما مش الوحيد. ارونا بس بصراحه، لان هو برضو خد بالك عندهم اجيال كويسه، وعندهم التاني بتاعهم برضو هو محترف بقاله سنين. صيني هو؟ ولا لا لا هو لا نيجيريا. اصل نيجيري. انا هم برضه الثلاثه نيجيريين. ما بيجنسوش. لا لا خالص، طب ليه نيجيريا كده يعني، برغم ان هم ما بيجنسوش مهتمين باللعبه بشكل هو اللعبه كويس؟ عندهم اللعبه رقم 2 عندهم بعد الكوره بعد يعني، الكوره. عندهم شغف وحب ليها غير طبيعي، بيحبوا يعني. احنا رحنا نيجيريا قبل كده كتير، وبطولات بصراحه هناك تبقى ممتعه جدا جدا يعني، لان الجماهير هناك تبقى عامله زي الكوره. عارف ليه؟ يعني سألت نفسك السؤال ده ليه؟ لا افريقيا بالذات مش مش نيجيريا عارف بس. تنس الطاوله انت رحت افريقيا وشفت اكيد الشعوب بتبقى يعني الماديات ده حقيقي. والاقتصاديه بتبقى صعبه. فتنس طاوله انت ممكن تعمل خشبه وتلعب، ده حقيقي فامكانياتها بسيطه يعني، بسيطه 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 مش بالاداره. محتاجه بالظبط ماديات كتير. بالظبط بالظبط وبصراحه يعني من اكتر البلاد اللي تحس ان هم شقيانين يعني، يعني حتى فعلا تلاقيهم بيسافروا في كل بلاد العالم مثلا، يفضلوا يتمرنوا هنا وهنا وهنا يعني. مثلا ارونا عشان هو يمكن اجمد لعيب واكتر لعيب معاه سبونسرز وكده، فبيساعد البلد بتاعته، بيساعد فعلا. فرقته، بيخلي فرقته مثلا تسافر عنده في النادي في سبورتنج لشبون. هو محترف عموما في المانيا بس قاعد في البرتغال، فعلى طول بيتمرن في سبورتنج وكده في سبورتنج لشبونه، فبيجيب اللعيبه بتاعت نيجيريا تتمرن، بيجيب لهم احتراف بره، يعني هو بيجيب مش لهم لاعب بس، سبونسرز. ده هو كمان ايقونه عندهم ده حقيقي، وبيرعاهم. هو بيساعد جدا بصراحة يعني. فهو بصراحة يعني بيخلي الفرقة تبقى منافسة جدا لينا يعني في الفرق بالذات، لأن حتى لو هو بطل تقيل على يعني. فكره هيبقى مزعج، يعني أكيد ان هو في دور بيقوم بيه مش بس انه بيلعب. ده حقيقي، هو وجوده أصلا مؤثر جدا في الفرقة عنده وعلينا إحنا يعني طبعا، لأن هو لعيب قوي جدا وأسطورة من أساطير أفريقيا يعني بنتائجه بصراحة. فلا يعني إن شاء الله بس ربنا يكرمنا بإذن الله، وتبقى بالألعاب الأفريقية دي من نصيبنا يعني، عشان نعرف نتأهل بإذن الله بس لباريس يعني. بيتهيألي احنا يعني بعد الانجاز اللي عمله عمر في الاولمبيات، وبعد الانجاز اللي انتوا عملتوه في بطوله العالم، وبعد الانجاز في افريقيا اللي فاتت، أكيد بيتهيألي والجميل بقى كمان يا شادي، ومعلش انت صحح لي لو انا غلطان، يعني ان احنا عندنا اجيال، يعني ده عندنا حقيقي، كبار وعندنا الوسط وعندنا صغيرين ده في حقيقي، مصر ده وبالذات حقيقي، النادي الاهلي. ده حقيقي. فده شايفه ازاي؟ شايف ده يدينا مستقبل؟
هو طبعا عندنا مستقبل، يعني عندنا فعلا اجيال كويسه قوي ولعيبه في كل، زي ما حضرتك قلت، في كل سن. يعني احنا عندنا من الاكبر واحد عندنا ممكن في فريق او في الاجيال اللي هي اللي فوق، ممكن عندنا سيد لاشين في النادي الاهلي، عندنا احمد علي صالح، دول اللي هم نفس السن تقريبا. عندنا يجوا بعديهم عمر عصر وكده، هم ده في اوائل الثلاثينات، عمر عصر ومحمد البيلي وخالد عصر وشومان. يجي بعديهم اللي هو في السن الاصغر شويه، انا وعمر بدير. انت كام؟ 22 سنه تقريبا. انا 26. 26 سنه. 26 سنه. انا وعمر بدير ويعني ده اللي هو في السن ده. مثلا يجي بعديهم هتلاقي فيه يوسف عبد العزيز، هتلاقي مروان جمال، انا مش عايز انسى حد برضو. انت بتقول يعني بتقول اتنين تلاته من كل جيل. بالظبط بالظبط يعني. بس في بصراحه من كل جيل هتلاقي في ناس بروميسنج بتساعد، يعني ده بيكمل للجيل اللي بعده، وده اللي مخلينا الحمد لله سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر الحمد لله مستمرين في الرياضه عموما، سواء على المستوى المحلي او على المستوى القاري مع المنتخب. يعني طيب احنا في مقوله دايما بنقولها انه تنس الطاوله في النادي الاهلي هي اكبر داعم للمنتخبات الوطنيه. ده حقيقي. خلينا ناخد يعني مثلا بطوله افريقيا اللي فاتت، كم لاعب ممثل مصر من النادي الاهلي؟ لو جينا في الرجال بصينا هتلاقي محمد بيلي، محمد شومان، خالد عصر، ممكن عمر عصر يعتبر من ابن الاهلي بس هو دلوقتي محترف بره، ومفيش غير اللي واحد كانوا بس. بيلعبوا افريقيا اللي بالظبط. فات دول الثلاثه مفيش دول. غير واحد بس من بره. يعني يعني ثلاثه. عمر كان في البطوله عمر كان واعتبره موجود في ابن البطوله. النادي خلاص. فيعتبر اربعه من اصل خمسه. نيجي في البنات عندك دينا مشرف، هنا جوده، والثالث من جزيره الورد ويسرى طبعا يوسف. كانت بتلعب في الاهلي وراحت جزيره الورد، ومريم كانت بتلعب في الاهلي وراحت بتروجيت، بس في حد عندنا جه من وآلاء يحيى. آلاء يحيى الاقي حاجات بالظبط من جزيره الورد، من الاولمبي، بالظبط جزيره الورد، من جزيره الورد عندنا. بالظبط كده. فاحنا برضو كان ثلاثة ولاد وثلاثة بنات، ثلاثة أولاد يعني وثلاثة ثلاثة من بنات، خمسة وثلاثة من خمسة. حتى الاثنين البنات كانوا كانوا في ولاد، الأهلي كانوا أصلا بناتنا ولسه منتقلين يعني لسه السنة دي. منتقلين. بالظبط. يعني قصدي أقول لك إن منتخب البنات تقريبا كله من الأهلي، هو ده، والرجال وده أربعة احنا وخمسة. يعني ده في العادي طول حياتنا أكترية الأوقات، وفعلا يعني ده بدون مبالغة، هو دايما المنتخب كان هو بيمثله الأهلي بنسبة 90%. ممكن اللي دايما في الرجال اللي بيبقى بره القاعدة دي كان بيبقى أحمد علي صالح، على يعني سؤال هو لاعب الزمالك لاعب الزمالك، هو صحيح. دلوقتي في الزمالك. طيب خلينا، انا عايز اعرف منك بقى تفاصيل كده شويه عن بطوله العالم وازاي رحتوا، لان طبعا كورونا هناك في الصين كانت الدنيا مقفوله. بس ده خلينا حقيقي. اسمع اجابتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن النادي الاهلي منتخب مصر في تنس الطاوله شادي مجدي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، عشان برضو نفكر الساده المشاهدين، منتخب مصر لتنس الطاوله كان في الصين في بطوله العالم منذ ايام، وفي انجاز تاريخي الحقيقه وصلنا لدور ال 16، محدش قبل كده عملها ولا اي جيل عملها. ومعانا في الاستوديو مكملين حوارنا معانا مع طبعا كابتن شادي مجدي نجم النادي الاهلي في تنس الطاوله، وايضا نجم منتخب مصر، واللي كان معاهم او كان مشارك ضمن منتخب مصر في بطوله الصين. واحنا مكملين حوارنا معاك شادي، يمكن هنتكلم عن السفر للصين في توقيت عصيب، هم نفسهم في الصين قافلين على نفسهم جامد، العالم يمكن كله تعايش مع كورونا والدنيا اتفتحت الا الصين. نهائي. رحتوا ازاي؟ احكي لي القصه بدايه من انتقالكم من هنا الى ان وصلتوا لملعب او ارض الملعب في الصين. اوكي. هو اولا كان الاتحاد الدولي حاطط شويه ريستريكشنز كده في معينه، ان احنا لازم نبقى فقاعه اللي هي في البابل. يعني البابل دي بتبقى من اول بدايتها من السفر كمان، يعني بدايتها ان احنا لازم نبقى مسافرين بطياره خاصه، هنتقابل يعني كل الفرق كلها بتتقابل في حتتين في العالم كله، سنغافوره ودبي. الناس اللي قريبه من دبي بتروح على دبي، والناس اللي قريبه من سنغافوره بتروح على سنغافوره. فكانت نعم. اكتريت شرق اسيا رايحين على سنغافوره، والبلاد الباقيه كلها كانت جايه على دبي. ممتاز. اتقابلنا اكتريت الفرق كلها اتقابلت في دبي، ومن دبي خدنا طياره خاصه اللي هي تشارتر دي، خدت خدنا كل اللعيبه بكل كل المنتخبات. ملهاش يعني فيش اي حد بره تنس طاوله. بس الطياره كانت عباره عن لعيبه تنس طاوله ومدربين تنس طاوله، اي حاجه تنس طاوله والكارجو بس. كله مضارب وكل حاجه. بالظبط. مفيش اي حاجه بره التنس طاوله. تمام. بس فخدتنا ورحنا من دبي على شنغدو على طول، يعني دايركت. كم ساعة طيران؟ كانت من دبي حوالي 8 ساعات. 8 ساعات ماشي ماشي الحال. هو في العادي لما احنا بنسافر من مصر للصين دايركت بتبقى 11 ساعة، ده أرحم، ده أرحم طبعا. انما يعني انت الثلاث روح. ساعات دول بيفرقوا. طب وقعدتوا ترانزيت في دبي قد ايه؟ لا كانت كتير بقى. ما ايوه، ما هو لسه بقى ليه بقى انا عايز اقف دي، يعني انت مش كلكم رايحين بطياره واحده. بالظبط. اللي جاي بطياره 9 10 واللي جاي 9 ونص واللي جاي من كل العالم بقى بتتجمعوا. بالظبط بالظبط. قعدتوا قد ايه بقى؟ 10 ساعات مثلا؟ ده حقيقي. ما يعني مش عارف اول انت. مره، اول يعني احنا رايحين قعدنا 10 واحنا راجعين قعدنا اكتر من 12 ساعه. دي فين الصوره دي؟
دي بعد ما احنا اتاهلنا لل 16. اه بالظبط. ده كمامات وشغل لا لا، احنا ده موضوع الكمامات ده كان صعب يعني. احنا هناك ما بيسيبوناش نمشي من غير الكمامه جوه البطوله، مع ان احنا كلنا جوه الفقاعه يعني جوه الصاله وجوه الاوتيل جوه في اي حته، لا لازم تفضل لابس كمامه. يبدو ان الصين ما زالت تعاني من كورونا. طب خلينا نقول بقى، ورحنا دبي قعدنا 10 ساعات ترانزيت، خدنا طياره خاصه، طياره كبيره بقى، كانت طياره كبيره قوي، كبيره قوي، كبيره جدا جدا يعني ما خدت بقى كل كان معانا كل يعني تقريبا اكتريه البلاد، لانها كان معانا امريكا ورومانيا وكل اوروبا كانت معانا في دبي، وكان معانا امريكا وطبعا كل اي بلاد افريقيه يعني، احنا كان جنوب افريقيا كانت معانا، دي اللي كانت شاركت الوحيده من افريقيا معانا من في طب السيدات. معلش سؤال تاني برضو، ما هو احنا بنتكلم في فقاعه، هل انتوا وانتوا قاعدين في الطياره كان منتخب مصر قاعد جنب بعضه ولا لا؟ لا لخبطيت لخبطيت كله يعني اي حته في اي حته، بس اصلا الموضوع عشان نطلع على الطياره كميه صعوبات غير طبيعيه. ازاي؟ عاملين بقى ابلكيشن اولا من قبل ما نسافر بكام يوم، لازم بتعمل مساحات يوميا. احنا واحنا هناك قعدنا 12 او 13 يوم، قعدنا بنعمل مسحه يوميا لل 12 او 13 يوم. انتوا هناك واحنا هناك؟ طب هنا هنا بقى عملتوا ايه قبل ما نسافر؟ قعدنا هنا يومين او ثلاثه قبل السفر بنعمل مساحات. ده مبدئيا كل واحد حاطط ايده على قلبه طبعا، ما هو انت لو وممكن اصلا تبقى فولس يعني مش حقيقيه، لان المساحات مش مظبوطه يعني. فلو حد طلع نيجاتيف قصدي بوزيتيف، مع السلامه، مع السلامه خلاص، ومش هتلحق يجيب حد مكانك، لان خلاص. الاوبشنز اللي هم حاطينها دي مستحيل. عملتوا 3 ايام مساحات في 3 ايام ورا بعض؟ المساحات تمام، ولازم تدخل على الابلكيشن تقعد تعمل ان انت حرارتك ما بتزيدش، وتقعد تعمل ان انت ما عندكش اي اعراض، وتعمل كل يوم الكلام ده، لازم تعمله يومين كل اللعيب. تشيك ان تك نو كذا نو كذا نو كذا نو 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 نو، بس بعد كده تشيك وبعد كده سبميت مثلا. سبميت كل يوم بقى لازم تعمل الكلام ده. كنا بنعمله المفروض يعني احنا سافرنا يوم 15 او 25/9، ابتدينا الكلام ده من يوم 16. كل يوم هتخش تعمل تشيك طب انتوا المنتخب كان معسكرين في حته ولا كل واحد في بيته؟ كنا معسكرين في استاد القاهره، قعدنا معسكر مغلق بصراحه، كان قعدنا فيه حوالي 9 ايام او 10 ايام. في الاستاد في اوتيل ولا جابوا اوتيل جنبه؟ لا اوتيل جنب الاستاد. الاستاد بتتمرنوا في الاستاد؟ بالظبط، كنا بنتمرن يومين صبح وبالليل. بالنسبه لي انا كنت بالليل عشان طبعا الشغل. بالظبط، في اوقات كنت بصراحه الصبح لو في اجازه. يعني بصراحه كانوا كابتن المنتخب مقدرين الموضوع ده يعني، اللعيبه كلها كانت موجوده صبح وبالليل، الا انا الوحيد اللي كنت واخد الاكسبشن ده. انت مهندس يعني تعبت جامد في شهادتك، فمحتاج برضه تاخد خبرات. طيب قبل السفر بثلاث ايام عملتوا 3 مساحات في 3 ايام؟ بالظبط بالظبط، هي كانت كانوا مساحتين بس مش 3، مساحتين وباركود بيتبعت طبعا بالظبط عشان يبقوا شايفين بنبعت المساحات يعني، بنصور التيست بنصوره بنبعته بنعمله سميت كده كصوره ان هو موجود، ده التيست بتاع اليوم ده وده بتاع اليوم الثاني وهكذا. ولازم يكون معتمد بالدوله ولا مش لازم؟ لازم لازم ختم النسخ. تمام. طيب عملتوا المسحتين، خدتوا الرحله لدبي. رحنا لدبي، دبي مكان يعني من هنا لدبي ما كانش فيه مشكله. المشكله بقى في دبي، انت لازم في دبي تقعد تعمل كيو ار كود كده معين ان انت عملت كل حاجه. انت بعد ما خلصنا اللي احنا بنقول عليه ده شروط دبي ولا شروط الاتحاد؟ شروط الصين. الصين الصين بقى دخول الصين ملوش دعوه اصلا بالاتحاد اصلا، ده دخول الصين كبلد. دخول الصين كبلد موضوع صعب جدا، معقد بشكل غير طبيعي. عملتوا دبي بقى احكي لي. اولا كل الناس واقفه مش عارفه تعمل ايه يعني، احنا معانا ناس بصراحه منظمين كتير، بس من كميه الناس اللي كانت هناك ناس كتير قوي قوي كانت محتاسه، لان الموضوع صعب جدا ويعني مدينا. يعني انتوا قابلتوا ناس في دبي من الاتحاد الدولي؟ كان في مستنيينكم. احنا اوريدي ما هو اللي مسافرين معانا كان ناس اوريدي من الاتحاد الدولي، كان من ضمن الناس اللي على الطياره. بعثه بالظبط، ما بعثه كامله، فهي كانت ناس كتير قوي، فطبعا الناس بتحاول تساعد، بس الناس من كتر ما هي كتيره يعني احنا منتخبات كتير جدا جدا. وانت يعني عملت بص بقى في اللي جنبك وريني ما بالظبط كل بقى عمال كده يعني، احنا كنا مقضيينها كده بقى، كل واحد طب انت عملت ايه، طب انت عملت ايه، وواحد يعرف الناس كلها تلام عليه، وواحد لو غلط هيمشي الناس كلها غلط كده كده. انا عارف انا الجو ده. بس ففضلنا بقى طبعا في الحوسه دي كتير يعني، وفي فعلا في ناس كانت هتسافر، وفي اوريدي ناس ما عرفتش تسافر. طب ايه اللي مطلوب بقى يعني، بتعمل تشيك ان زي الحاجات اللي انت عملتها دي ولا في حاجات اكتر؟ لا يا ريت بقى كده، اولا لازم تكتب الناس اللي هتتواصل معاهم في الصين هناك، الناس اللي انت يعني اسم الاوتيل ايه، قاعد فين، الاقامه مين دفعها، الحاجات كتير قوي. ايوه ما هو احنا بقى ما هي دي بقى اللي احنا كنا مش عارفينه، فاحنا ابتدينا نسال الناس محدش عارف يعمل ايه، فالناس كلها بتلف على حاجه محدش عارفها اساسا. بالظبط انت مش عارف الموضوع صعب فيه. بس طب عرفتوا الكلام ده جالكوا بقى من الاتحاد الدولي؟ الاتحاد الدولي بقى ابتدى يجي لنا ويقول لنا التفاصيل ونحط على الابلكيشن ايه بالظبط، طبعا كميات حاجات، وكنت فين اخر 14 يوم، طب سافرت فين، اخر سفريه كانت فين، قعدت قد ايه، كل ده عشان تخش الصين. موضوع صعب معقد بشكل يعني غير طبيعي. بس يعني فعلا احنا كان مدرب المنتخب معانا ما كانش هيسافر،
يعني لحد اخر لحظه قبل ما نطلع، يعني احنا كلنا عملنا بوردنج. لا لا مش كده، الاجراءات ما بتخلص، احنا لازم نعمل حاجه اسمها جرين كيو ار كود. جرين كيو ار كود يعني انت كل اجراءاتك تمام وصحتك تمام وما عندكش كورونا وما عندكش اي حاجه، ففي ناس اوريدي تمام بس الكود ما بيتعملش. فكان كابتن المنتخب بتاعنا ما كانش هيسافر لحد اخر لحظه، احنا كلنا عملنا بوردنج وطلعنا الطياره وهو ما كانش هيسافر. طيب طلعنا الطياره وصلنا الصين، تمام، احكي لي بقى نزلنا في الصين مين استقبلكم واتعامل عليكم شفت ازاي وايه الدنيا؟ طبعا بقى يعني مش لك انت تتخيل الكلام ده قبل ما ندخل الصين، ما بالك بقى لما دخلت. بالظبط، اولا الناس كلها في الصين ملسمه، يعني انت مش شايف وش حد بجد، هم لابسين اللي هي البيضة. البدله الكامله دي بيضه اللي بتبقى كل جسمه جواها دي، مش باين منه اي حاجه، ولابس ماسك كامل كده على وشه مش باين غير عينيه بس. كل الناس اللي بنقابلهم كده، يعني مفيش حد خبر ابيض، مفيش حد بنشوفه طبيعي. انتوا بس اللي طبيعيين؟ بالظبط، احنا كلعيبه او كالبعثات عموما هي اللي ماشيه طبيعي، الباقي كله نفس الاداء ده. وبعدين عننا الناس، يعني احنا داخلين من حته معينه في المطار ما فيهاش حد خالص، اللي فيها برضو تنس طاوله بس، عشان هما ما يضمنوش ممكن يبقى في حد بوزيتيف، هما مش هو عارفين. اصلا خايفين مننا، مش خايفين يعني هما مش لا خايفين منكم، لان هما خايفين مننا لان احنا ممكن نيجي باي بقى لو احنا عندنا اي حاجه. شايفينكم زومبي جاي. بالظبط، يعني ما هم ما يعرفوش انت عندكم ايه. بالظبط، بالسيستم بتاعهم لا، هما شايفينكم انتوا مصدر قلق. بالظبط كده. فاحنا طبعا لما دخلنا كان دخلنا بقى بنفس الاداء ده برضو، نفس الكلام برضو، كميات كل شويه بنعمل، يعني ندخل نعمل مسحه في المطار، عملناها في المطار. ماشي، تدخل مثلا تعمل لا قدر الله حد بوزيتيف عملوا معاه حاجه في واحنا في البطوله هناك حصل. لا وانتوا جايين من الطياره؟ لا حد مفيش. من كل البشر دي كلها؟ لا 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 خالص، ما كانش فيها اي حد. طيب ماشي، ها بس هقول لك بقى، في حد حصل له في البطوله هناك ودي كانت طيب. يعني ده اتنفى. طب قول يعني لي. تمام. يا والله طبعا الحمد لله عدينا اجراءات كتير قوي، بس الحمد لله وصلنا. طبعا احنا لينا ان احنا نروح من الاوتيل للصاله ومن الصاله للاوتيل، مفيش اكتر من كده، مفيش اي حاجه. كل ما فيش في الاوتيل غيركم؟ بس هم عاملين زي حاجه كده جواه، يعني بابل اللي احنا قاعدين فيها الاوتيل بتاعنا، وزي حاجات تتمشى حواليها، حاجات اكتيفيتيز وبتاع عشان ما تزهقش يعني. انما تشتري تعمل مفيش؟ لا لا مفيش. انسى. يعني انت قاعد في حته كده حتى مالكش ان انت تطلب حاجه اونلاين، مفيش. صح، يعني مفيش حد هيدخل جوه البابل اللي هو عاملها. فجت واحده من جنوب افريقيا، جت فولس برضو، فولس بوزيتيف، يعني هي مش بوزيتيف. ده امتى؟ في نص البطوله. وانتوا كنتوا كل يوم هناك وفي المعسكر مسحه؟ يعني احنا قعدنا الاول كمان 3 ايام قبل ما نبتدي البطوله، قعدنا 3 ايام دول طبعا كل يوم مسحه لازم تعملها الصبح، في خلال 24 ساعه لازم تفضل نيجاتيف على طول، يعني هتروح الصاله وترجع بيكون نتيجتك طلعت. فلازم تفضل ايه باستمرار يعني. فجت في وسط البطوله واحده من جنوب افريقيا جالها فولس بوزيتيف، دي بقى اتاخدت على اوتيل تاني على بعد 45 دقيقه من الاوتيل بتاعنا، وفضلت قاعده هناك. بيخلوها بقى تقعد تعمل اكتيفيتيز بعيده عن التنس طاوله اساسا، ترسم تلون مش عارف ايه، عشان خلاص يعني هي بره. وبيقعدوا يعملوا لها كميه اختبارات بقى عشان يتاكدوا، مع ان جالها مثلا 6 اختبارات نيجاتيف بعد كده، بس هم لا انت خلاص انت بوزيتيف. وفضلوا مخلينها بقى بره الموضوع خالص لحد اخر بطوله. خلاص، مع ان خلاص جالها فولس بوزيتيف واحد بس. طب ومع ذلك الناس سليمه بعد كذا، كله سلبي كله نيجاتيف، بس ما فيش سايبينها برضه. بالظبط، فضلت هناك لحد اخر بطوله، جت على اخر بطوله بس. يعني لقينا انا كانت بالصدفه، هي كانت الغرفه اللي جنبي، انا خارج من الغرفه في مره نازل اتعشى فلقيت الناس ملسمين كتير قوي في جنب الاوضه اللي جنبي، وعمالين يرشوا حاجات ونيجي نسالهم في ايه ما بيتكلموش، فاحنا مش فاهمين ايه الموضوع وفي ايه. طب الموظفين في الاوتيل كنتوا بتتعاملوا معاهم ازاي؟ يعني هو برضه الصين، لا اكيد حضرتك رحت وعارف يعني الانجليش عندهم لا مفيش خالص. شويه لا مفيش. فاحنا كان بقى ترانسليتر، يعني تكتب على جوجل وجوجل يترجم. لا هم لابسين برضه كده في الاوتيل؟ لا في الاوتيل، لا جوه الاوتيل، لا ما هو برضه هم جوه البابل، فخلاص جوه البابل معاك. يعني كل الموظفين اللي في الاوتيل بيتعاملوا معانا ان هم جوه البابل، فمحدش بيخرج منهم برضه. بس ده حاجه لا لا صعب. طب قول لي في موقف يعني كوميدي كده، البيلي كان بيلعب على ترابيزه صغيره مع حد من اللعيبه، ايه ده برضو؟ دي حاجات اكتيفيتي عاملينها دي من ضمن الاكتيفيتيز. بالظبط، كان احنا في ضمن هي عاملين لنا زي فيلج كده صغيره، يعني اكنك في الاولمبيك فيلج بس ده على حاجه صغيره شويه. فكانوا عاملين لنا شويه اكتيفيتيز من ضمنها الحاجات دي، فاحنا كنا بنتمشى فيها لقينا منتخب البرازيل بيلعب. ف
فهم كلهم صحابنا يعني. فبيلي ساعتها لعب مع واحده وتصنيفه رقم 5 على العالم على فكره اللي لعب معاه ده والله وكانت لطيفه اعتبرها صغيره بالظبط. لا بس ايام حلوه بصراحه ومشاركه كويسه الحقيقه شادي. انا مش ما بشبعش من كلامك بامانه. ربنا يخلي حياتك يا كابتن ايسر. انت ولد مهذب جدا جدا. بشكرك نورتني وشرفتني يا شادي. ربنا يخلي حضرتك واتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي سواء على المستوى المهني او على مستوى التنس ان شاء الله. ربنا يخلي حياتك والله يا كابتن ايسر. انا ببقى مبسوط فعلا وانا معاك دايما باذن يعني. نورنا والله بجد يعني. نورنا ومزيد من التوفيق. ربنا يخلي حضرتك. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع كابتن كبير لاعب نادي الاهلي في تنس الطاوله ومنتخب مصر وصاحب الانجاز الكبير احد صحاب الانجاز الكبير دور 16 بطولة العالم لتنس الطاولة. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإن شاء الله الحلقة جديدة وبطل جديد مع الأبطال.